بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي عليه الشقة بتاعت النهاردة، عرضه 10 متر. وده كده شكل البرج، البرج 12 دور، الشقة في الدور التاسع. نبدأ نخش من المدخل بتاع البرج. المدخل شيك جدا والبرج جديد وكل رخام. ده كده شكل المدخل اهو. وفي عندنا طبعا أسانسير. ده كده شكل الأسانسير، أسانسير جديد والبرج كله جديد. نبدأ نخش الشقة بتاعة النهاردة. الشقة مساحتها 140 متر تحت العجز والزيادة، تشطيب ألترا سوبر لوكس أول سكن. أول حاجة بيجي لنا باب مصفح تركي. نبدأ نخش الشقة. ده كده الريسبشن، وده التشطيب بتاعه أهو، جبسن بورد في السقف. أول سكن لسه محدش سكنها. طبعا 140 متر تحت العجز والزيادة. يعني ايه تحت العجز والزيادة؟ يعني 140 متر يشمل المناور والسلم. ده كده المطبخ اهو، مطبخ مفتوح امريكاني. تشطيب الترا سوبر لوكس. الشقة 3 غرف ورسبشن ومطبخ و3 حمام. ده كده أول حمام عندنا أهو، اللي يعتبر جنب الريسبشن، اللي هو يعتبر بتاع الضيوف، بحيث إن الضيف لو حب يدخل الحمام ما يخشش يجرح باقي الشقة معايا. بعد كده نخش على الغرف والمطبخ والاتنين حمام التانيين. طبعا عندنا أول غرفة أهي، دي فيها حمام ماستر، دي غرفة فيها حمام ماستر، مساحتها تقريبا 4×4، برضو جبسن بورد في السقف. بتبص على المنور ده، من هنا كده في منور، وده أهو الحمام الخاص بالغرفة. ده كده شكل الحمام أهو. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد كده نخش على تاني غرفة، دي تاني غرفة اهي، برضو جبسن بورد في السقف. الشقة الوانها هادية جدا يا جماعة ما شاء الله. الغرفة دي بتبص على الشارع. هوريه برضو لحضراتكم. ده كده الشارع اهو، دي زي كومباوند كده، الشارع ده اكنه كومباوند لتلات عماير جنب بعض، واللي في الجنب ده الشباك بتاع الريسبشن. بعد كده بيجي لنا الحمام التالت. ده الحمام التالت اهو، اللي يعتبر بقى الرئيسي بتاع الشقة. بعد كده نخش على الغرفة التالتة، دي الغرفة التالتة اهي، مساحتها تقريبا 4×4، برضو جبسن بورد في السقف. الشقة عنوانها الهرم اللبيني خلف أولاد رجب. الشقة للبيع كاش أو تقسيط، سعر البيع كاش عاملة 450 ألف، سعر التقسيط على 3 سنين كل سنة بتزيد 25 ألف، يعني لو على سنة
تبقى عاملة 475، لو تقسيط على سنتين تبقى عاملة 500، لو على 3 سنين هتبقى عاملة 525,000، تدفع النص يعني حوالي 250,000 والباقي تقسيط على 3 سنين. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.